500 قال. ها؟ ويلي 500. قدام قدام. ها؟ قدام هم. صباح النور، تحية تصلكم من ولاية جابس، ونقول لكم أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك. البداية بأسعار البصل كما تشوفوا موجود ما بين 500 مليم إلى 800 مليم، ثم انخفاض تقريبا معناها إذا نقول 500 مليم. بالنسبة للود القمرة كيف 15%، ثم انخفاض لطيف. بالنسبة للطماطم موجودة من 12% إلى 15% حسب النوعية بتاعها. بالنسبة للفلفل موجود من 2500 إلى 3500 لو حار. القراع موجود لقطعة بدينار كما تشوفوا. بالنسبة كيف كيف عنا الخوخ، الخوخ موجود من 500 الخوخ كما شفنا. بالنسبة للعنب موجود على 3000. كيف كيف بالنسبة للبلح موجود في السوق على دينار الكيلو. واصلوا الجولة في السوق الثلاث بولاية جابس. بالنسبة للحوم، تعليل اللحوم 35 دينار العلوش، 30 البقري ديما. وبالنسبة الدجاج موجود على 8 دينارات، أكثر شوي من الجمعة الماضية اللي كان في حدود 7500. وبالنسبة لأسكالوب دجاج 18 دينار و200. كيف كيف بالنسبة للدلاع موجود في حدود 900 ملي. صنوع البنان قداش البنان صديق؟ 8000 بالنسبة للبنان. دينارات بالنسبة للبران. بالنسبة للحوت موجود القراب ب 14 دينار، التمن 15، السردينة ب 4000، الشور وحجر 5000، والورطة ب 18 دينار. تقريبا هذه أبرز الأسعار، ونعم نطلع الدلاع كما ذكرت 900 دينار. عايلك دلاع عايلك دلاع عايلك دلاع عايلك